بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في جامع التوحيد، وجامع التوحيد أمر ببنائه السلطان العثماني سليمان القانوني كي يكون استراحة بين الحجاز وإسطنبول ومصلى للمسافرين والحجاج. بني في أوائل القرن العاشر الهجري. بعد ترميم مسجد التوحيد صارت الناس تتقابل على حضور الصلاة وحضور خطب الجمعة، والجامع كان فيه أريحية كتير للناس وإقبال كتير، كان يقيموا الصلاة فيه. وأنا يعني كنت أتعزب شوي مسافة بعيدة عن الجامع، بس لاقي أريحية كبيرة في الصلاة فيه.